معلش بس استاذنك، بس كنت عايز اخد صوره، بس توريني صوره ممكن؟ ماشي. معلش انا اسف عطلتك. لا عادي يلا. صوريني، بس انا بدور على اي حد يصورني، فلقيت كل اللي هنا نفخ، واحد ودانه واقفه 11، واحد بيتعطى حقن بنزين، مش عارف انا حاجات غريبه. عايز بس ايه صوره ايه؟ صوريني بس صوره ايه كده، بعتها بس لخطيبتي عشان ابين لها ان انا جامد وبعرف البس وبقى ممكن. لا بص ما تحرقيش معايا كتير، انا عايز بس ابعتها لخطيبتي، يعني دي مش مشكلتك انت، مشكلتي انا. بص بس معاك كتير يا ماما، انت بتصور كده ازاي؟ لا انا خطيبتي ما تفهمش غير كده، اصل هي بتتعاطى حقن هوا. حقن هوا؟ بتتعاطى حقن هوا، فانا بقى هي ما تفهمنيش غير كده، هي بتحب تصوري كده، بتقول لي انت امور قوي، انت عامل كده سبايدر مان. ازاي؟ يا استاذ نعمل حركه كده زي الموديل ولا اي حاجه؟ هو في حركات تانية ممكن، يعني ازاي مثلا؟ ممكن تعرفيني بس؟ يا استاذ العربي انت بتعمل ايه ده؟ انت بني ادم براس فرخه شكلك، ايه اعمل كده دي؟ بنعمل تل متخلف، مالك انت عايز تتعالج ولا ايه؟ لا انا بسالك حضرتك، انا عايز اتصور بس خطيبتي ما بتفهمش غير كده. انت بتعمل كده؟ اصل انا بتعمل، انا خاطب واحده بني ادم براس كتكوت. والنعم انت فانا هي ما بتفهمش صور غير كده. معلش بس يعني انا عارفها بتفهم ازاي، يعني هي انت عارفه مره اتصورت كده؟ قالت لي يا عم الصور دي ده انت كنت هتسيبني، كانت هتفركش معايا. ما تحرقيش معايا كتير، انا بقول لك انا خطيبتي كده وهي بتفهم. قلت لك مره وضحكنا في ايه؟ مش كتير. لا خلاص خد تليفونك يا باشا. معلش انا اسف بس اصل انا مضطر. معلش مين وانت عمال تعمل حركات ايه؟ هي بتفهمني كده، هي بتفهم الصور. مين بس؟ يعني هي انا عشان اوصل لها معلومه اللي انا في الجيم لازم اعمل حركه جيم. حركه جيم؟ طيب هو ده على اي جهاز؟ ممكن بعد اذنك ما تفننيش، انا عايز بس الصوره، انا عايز بس تصوريني الصوره ممكن؟ صوريني الصورة اللي أنا طالبها، ما تخنينيش. صورت. ألف شكر. ده منظر صورة؟ يعني أنا عايز أفهم حاجة. إيه الصورة اللي تقرف دي؟ يعني في حد يصور حد كده؟ ألف ما يقرفك يعني. في حد يصور حد كده؟ هو أنت في حاجة في مخك؟ والنعمة أنت عيلة. أنا مش فاهم، أنا يعني أنت أنا مش فاهم، طالع لك قل في مخك ولا إيه؟ في حد يصور حد كده؟ أستاذ إيه الصورة اللي تقرف دي؟ ما تصوروا عدل بقى، في حد يصور بني ادم كده يا استاذه؟ انا مش فاهم، انا كوتش، انت ايه اللي انت بتعمليه ده بصراحه؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ايه ده؟ يعني انا بني ادم براس ضفدع وسكتنا، يعني عديناها، بني ادم براس كتكوت وسكتنا، عماله تحرقي وتهري كتير، في الاخر تصوريني صوره زي دي، في حد يصور حد كده؟ على اساس ان انت يعني انا عايز افهم، ما تشوحيش بعد اذنك، انا دلوقتي انا بكلمك، كلميني زي ما بكلم، في حد يصور حد كده؟ انت طبيعيه، انت اللي انت بتعمليه ده طبيعي؟ على اساس ان مش انت يا هبل اللي عاملها؟ انا عملت كده؟ انا؟ انت يعني انت تصوريني صوره دي منظر؟ انا بسالك سؤال، بقول لك بتصور لخطيبتي تصوريني صوره بالمنظر ده؟ يا عم انت مش شايفه اي حاجه؟ انا عايز افهم حاجه، دي منظر صوره يعني؟ يا جماعه اهو بني ادم براس فرخه تعمل حاجات غريبه، بتقعد تتنمر على كل الكوتشيات اللي بتيجي تتمرن، تمام؟ انا بوجه رساله لاصحابي المطرطشين ان دي بني ادم براس فرخه، ودي بقى يعني بتعمل حاجات غريبة زي ما انتوا شايفين كده، بص عمالة تشتم فينا. انت بتصور انت هبل؟ بصوا زي ما انتوا شايفين ايه بني ادم، انا اهو زي ما انتوا شايفين عمالة تشتم فيا وعمالة تعمل حاجات غريبة، مجنونة مجنونة، هي زومبي زومبي، انا قلت لها ايه يا زومبي ايه؟ زي ما انتوا شايفين، بص 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 بتعمل ايه؟ بص بتعمل، والله العظيم بصور معاكي مقلب، انا اسف انا اسف على اي حاجة حصلت، والله تلاقيك عيل كداب وتعبان، والله بس طب اوريكي حاجة، بص هناك كده لعبة عادي، بص هناك كده في الركن اللي هناك ده، الركن اللي هناك ده في كاميرا هي بتصور، انا والله بصور معاكي كاميرا خفيه، وده مقلب، وانا اسف جدا على اي حاجه حصلت. ازيا عشان الابتسامه دي ندي اوكي ازيا. بصوا ده مكياج، بتعمل ايه؟ ايه؟ بتمرن. ما كل ده فاضي وجاي تتمرن لنا؟ يا عم انا ما اعرفش انك خنيق كده، انا قلت بس اشوفك بتلعب ازاي. لا والله انا خنيق يا بابا، شوف حالك. طب يا عم خد دنابل بتاعتي ده، انت بني ادم غريب. يا عم هتمرن هنا. اسمها زاك. حبيبي الله يعزك. اتمرن، انت راجل فرمجي. بتعمل ايه؟ لا انت بتعمل ايه؟ مش انت عايزني اروح اتمرن هناك؟ خلينا بقى بتمرن هنا. خد يا خليك بقى، ما انت راجل قد الدنيا كلها، والدنيا مش قدك، زيع زيع يا باشا زيع. الله لا موبايلك هيقع يتكسر، هيقع يتكسر، امرني
انا دلوقتي تمام مثبتك. حتى بص الحركه دي ماشي، ورينا هتقدر تعمل ايه. موبايل اهو، ورينا هتنزله ازاي. قول لي انا اسف اتمرن في اي حته انت عايزها يا عم. انا كلمت، انا دلوقتي انت ما خليتنيش اتمرن وكرفت على الدنيا، قلت لي انت مبسوط يلا روح. وانا مبسوط، انا اهو مبسوط، انت مبسوط كده. ثانيه واحده بس، مروان بابلو. لا ربنا يخليك يا رب. مش انت كنت كارف كلمه بس؟ انت مش كنت كارف، انت كنت كارف. هتمرن هتمرن حتى بص. ماشي يا رب، تعمل ايه جدع؟ انا بتمرن براحتي، انا بتمرن جدع. اتمرن واقول لك على حاجه، هشيل الموبايل. لا سيبه سيبه، خد ياه. همش نفسك دلوقتي، انا عايز اتمرن. انا دلوقتي عايز اتمرن، انت كارف على الدنيا ليه؟ انا دلوقتي عايز اتمرن. بتضايقني ليه؟ بتضايقني ليه؟ ماشي، من غير غلط، من غير غلط. قول لي انا اسف واتمرن زي ما انت عايز. انا عايز اتمرن على ودانك دلوقتي. ربنا يخليك يا رب حبيب، ربنا يعزك، ربنا يعزك. والله ما فارق لي التليفون. ورب طب نزل تنزل. لا يا مش فارق لك التليفون. لا لا يا جدع، همش نفسك بس ونزل. همش التليفون ونزل. ما اي حد انزله. استنى الله يعزك، يجي حد على طول مهمشهم كلهم. اصبر عليا، ربنا يعزك الله يخليك. طب استنى اشيل التليفون، اشيل التليفون بس، هتخليني اتمرن براحتي يا باشا. ده انت حبيبي يعني. حبيبي، وهتكتب لي حياتك في الشهر العقاري. عينيا يا باشا، قلب اخوك. بقول لك خليه شويه، خليه شويه براحتك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، هجيبها من هنا لهنا ونرجع. خلصان، عرفنا تماما. يا نهار ابيض، مروان بابلو، مروان. المواقف دي ما بتتكررش كتير والله. والله انت جيت لي من السما، انا كنتش عارف اعمل ايه. انت بتلعبها ولا ايه؟ اعلمك؟ اعلمك؟ يا ابني شيل امي. ثانية واحدة بس، انا نسيت اجيب بس افطار من تحت وجاي. هجيب فطار، هجيب فطار بس وجاي. همش نفسك دلوقتي. نعم قول. نعم شيل التليفون، هجيب لك فطار. عايز تليفون؟ هجيب لك 011. انت عسل، ربنا يخليك. انت بتعزي. انت قصدك على التليفون دوت؟ انت بتتعذب دلوقتي. نعم انا هوريك. بتعمل ايه؟ نعم انا هوريك. انت مالك بقى؟ بس عايز اتصور معاك سيلفي والله. قول شايفين انا بعمل فيه؟ صور سيلفي. يا حلاوه، يا حلوه. واحد اتنين تلاته، هوب. معذبه معذبه تبقى. يا نهار اسود، بص صل على النبي. اقول لك على حاجه، شايف ان انا كنت بس. انا اقول لك انا بس على حاجه. واحد اللي بس واحد اللي واحد اللي ده اختبار مجانس، ده اختبار مجانس. انت بتاكل في نفسك تعمل واحد الا واحد الا تب... لك اقول لك، اقول لك بس على حاجه. انا قسما بالله العظيم بصور كاميرا خفيه، بعمل مقلب 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 واحد الا مقلب. ايه يا عم انت اللي بتعمله معايا؟ انت تعرفني عشان تاثر معايا. زيدني الشرف والله العظيم. بص 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 يا عم ببص. ماشي والله العظيم. طب بص فين؟ بص بص من هنا اهو. في كاميرا هناك اهي عند اللعبه اللي هناك دي. هات بس ده وموبايلك فلوسه حلال. والله العظيم بهزر، حاك عليا. ممكن بس نقول ذيع؟ ذيع